اسبانيا قدمت كرة جميلة النهاردة وعرض قوي للغاية قدام المانيا صاحبة الارض والجمهور. بالتأكيد زي ما انت قلت العناصر الشابة ولامين جمال، يعني يا النهاردة لهوي على ده لاعب. 16 سنة يا جماعة بنتكلم فيه. بصراحة الواحد هو بيتفرج النهاردة على اسبانيا والمانيا، يعني ثابت عليا نفسي واحنا بنتخانق عشان هنا الاهلي والزمالك والكرة دي والدوري كرة تانية. وكرة تانية وعالم تاني ومنتخبات تانية، وهنا اللعيبة يقعد الواحد حاطط رجل على رجل ويتشرط يقول لك يا عايز ابني ملايين الجنيهات وهو ما يجيش فردة شراب في ملاليم لامين جمال. طبعا الراجل بيذاكر ثانوية عامة في منتخب اسبانيا ومهتم بالعلم، وهنا يقبل صح واحد بصمجي ومش ما يعرفش الف من كوز الذره ويطلع تقول له تعالى والنبي البرنامج والمفترض يدي تعظيم سلام، يقول لك هتديني كام؟ دي ايوه كام جمله لا على لا ايه؟ لا خد المفاجأة، على ايه؟ بطل يتكلم بالمصري كمان والله العظيم بالدولار، ليه؟ اقسم بالله بالدولار. قاعدين في الخليج؟ لا 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 يا باشا بالدولار. استاذ محمد مهدي الناقد الرياضي الكبير ومحللنا المحترم هنا في قناه الشمس. مساء الفل يا محمد. مساء الفل يا استاذ ناصر، اهلا بيك والاستاذ حسن والاستاذ منتصر، وكل سنه وانتم طيبين. مساء الفل يا الشعب المصري بخير والف صحه وسلامه يا رب. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. اسباني ولا الماني؟ خليجو. ايه؟ خليجو. بص انا ما بحبش الكره الاسبانيه للامانه والله. طب انت حر؟ عشان كده انت مغموم وبقك ملوي. كده غلط. لا خلي بالك ما فازوا بالتحكيم برضه، ما المانيا لها ضربه جزاء. ايوه لا لا صح. المانيا لها ضربه جزاء واضحه وصريحه. اقسم بالله انا معاك. على الباك ليفت. اقسم بالله. الكورة لا الكورة اللي لعبها الولد وماسك التيشيرت لو في الدوري المصري لكان طلع لنا 95 بيان ب 90 مطلب. صحيح صح. الكورة دي ضربة جزاء. ضربة جزاء واضحة مش محتاجة على فكرة. محتاجة انا استغربت ازاي بحسابات الحكم، لا وشفت الحكم بيدي اللعب ازاي؟ بالظبط. العاب يا باشا ما حدش فاضي للصفارة. لا لا ولا رجع لفار ولا غيره ولا في مشاكل حصلت وارضهم وجمهورهم وبتاع والدنيا مشيت، يعني لانه وارد اخطاء التحكيم دي. بس ولكن احنا عندنا بنعمل يعني من القطه جمل. ايه؟ المانيا طلعت بيان ضد الحكم ولا لسه؟ ايمن مش وقت بيانات، المقاولين ما هو سايبه كل البيانات للدوري المصري. المقاولين امبارح طلع بيان جديد. ايوه بيقول لك غير البيان الاولاني. ايوه النجوم طبعا. عيدوا الماتش. لا 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 انا على التحكيم. عيدوا الماتش، عايزين يعيدوا الماتش. كل ماتش ببيان. هي دي كوره. لازم حركه على لاعب العالم. اسبانيا والمانيا وازاي الحكم ساب العاب لو عندنا والله الدوري يبوظ. اقسم صح بالله الدوري يبوظ. الحكم الانجليزي صح. بس مين اللي هيكسب البطوله دي؟ اتوقع مين اللي هيكسب النهارده الاول؟ الوقت الاضافي قدامنا الاول خلص يا جماعه. البرتغال وفرنسا. فرنسا والبرتغال 0-0. على فكره اسبانيا والمانيا كان الشوط الاضافي الاول والثاني، يعني المانيا كانت مفلسه عشان نبقى يعني بنتكلم بما يرضي الله كرويا، بس تاريخيا ده لخامس مره هم الاثنين على التوالي في الاكسترا تايم. بس كانوا دايما بيروحوا لضربات الجزاء. انا حتى بتفرج انا ومحمد ابني في البيت هدف كنت حاسس خلاص في الدقيقه 22. قاتل قاتل اه بس يستاهلوا. بس في درس كمان في المباراه النهارده. في درس هو ده. ده التيشيرت الاصلي لاسبانيا يا جماعه كتالوني واعمل عليه سحب في النهائي يا عم، يعني ارفع 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 تيشيرت المنتخب الاولمبي اسبانيا. والله العظيم اقسم بالله الاصلي. لا بقول لك ارفع تيشيرت المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي بتاعنا كل تيشيرتاتي بطلع لكم هدايا اقسم بالله. بقول لك ادي الاصلي، ادي الناس ادي الناس تيشيرت المنتخب مصر الاولمبي مش تيشيرت اسبانيا. مين انت بتشجع؟ الصناعه الخارجيه. اديهم تيشيرت مصر منتخب مصر للناس. بشجع الاولمبي الاسكندراني. اهو يا جماعه اهو 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 يا استاذ عطيه. هي اللقطه مش في طلع التيشيرت ازاي. هي اللقطه طلع التيشيرت. ايوه خلي بالك. بص انا يعني خد بالك في حاجات كتير تحت ممكن يقلب التيشيرت ده. عشقي عشقي البرشلونه. بدري النهارده تصفي الدقيقه كمان سته يعني، وعندهم غيابات في الماتش الجاي. عندهم غيابات بس لا يفوز من الماتش ده هياخد البطوله. ده لا البرتغال وفرنسا. اسبانيا عارف اسمع مني، المانيا واسبانيا نهائي مبكر. لا 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 يفوز من الماتش ده ياخد البطوله. ما فيش فرقه احسن منها. يلا اسبانيا اللي بيقابلها لا يفوز من هنا ياخد البطوله. البرتغال وفرنسا اهو يا جماعه. اللي معايا ان اسبانيا هتفوز يبعت على صفقه الاعلامي عبد الناصر زيدان اهو. لو ما حصلش مفاجاه البرتغال كسبت كمان اهو. شال القناع مبابي كريستيانو العظيم اهو. النهارده كمان في درس في مباراه اسبانيا والمانيا. توم كروس توني كروس اللاعب الفذ للاسف 34 سنه دوري ابطال بيلعب في اليورو مع المانيا 90 دقيقه وال 120 دقيقه بكامل عطائه، وقرر انه يترجل من المشهد ويعتزل عشان الناس تبدا دايما تفضل يعني تفضل فاكراه. احنا عندنا ناس هنا 38 و39 سنه ومش عايزين يسيبوا الملعب وبيتزقوا زق.
لازم الادارات يا جماعه يبقى لها دور، لازم قصه العواطف والكلام عن التاريخ والعراق ينتهي من قاموسنا، ونشوف مصلحه الفريق فين. هو الاسطوره ده قايل ما يكون مين اسمه، اللي هو عنده 38 مادة و39 سنة وقاعد بيزك وبينزل خمس دقايق، مش لازم يستنى لما الجمهور يقول له بطل ويشيل الصورة الوحشة. قصدك على مين؟ شيكابالا. شيكابالا. شيكابالا.